انا عزبا لي عيطونا السكنايا حقرونا. اسكت يا الحمبابك، شكون حقرك؟ واش بالمناسبه هذه الحفله؟ بمناسبه مولاي لقمان كي راهو رايح يجيب الباك. صح ودك ما حقروناش. كيفاش الباك مازال ما لعقشتو؟ ما كنت وجدو في الحفله باينه الماتش مبيع. لقمان الباك تاعو في الجيب والخوارزمي طلع له السجيات محلولين. الخسر الله الله عليه. ما تحشمش مولاي لقمان، عمره ما غش في الباك. سي نورمال مازال ما تجوزوش. كيف على بالكم مولاي لقمان راح يجيب الباك وكان ما جاتش لافير مخدومه؟ هذيك ما كان ما دخلك. تعرف خيمه مولاي عاشور انت؟ الحصول الدخله راهي باطل، واللي ما جيش يبارك المولاي لقمان رانا نشفاو عليه. ها يوقيو شبعونا بطاطا. اسمع اشفع على هذاك اللي قال قيوه. نحاول القيمة للقراية ومدوها للشطيح يا حليل. هيا الفهمية. اسمح لي مولاي، ولكن ميزانية العفل راح تقبل البلافون. تقبل البلافون، تقبل البلافون. أنا قلت لكم شحال من خطرة كي تكون الميزانية قبل ما تفوتوها خليوني نشوفها. ولكن أنت اللي وقعت بيدك يا مولاي الملكة رزان. مانيش عارف يا مولاي. مولاتي اختي بغات تحمرنا وجهنا، بغات دير حفله في المستوى. اش غادي يقولوا علينا جوارينا؟ السلطان عاشور العاشر ما قدرش يدير حفله صغيره لولده مولاي لقمان كي ربح الباك. هذه فارس عنده الحق. صح مولاي. مولاي نوري بالعقل واش بيك تلهت هكاش؟ ما بقيش يعقلها قنديل. تعشانوا يهضروا على مولاي لقمان مره ولا ابن عمي؟ شكون هذا اللي تجرأ وشرح فمه على مولاي؟ مولاي الحرب الحرب الحرب. فارس فرد السيف، فرد السيف. أمرك مولاي. خلي السمير دوكا، الراجل جاب لنا خبر خليه يهضر. مولاي أنا رحت نعلن على الحفلة كيما قالت لي مولاتي. أنت قلت لي كي سمعوني السكان بدا يتمسخروا مولاي لقمان، قالوا باللي مولاي لقمان غادي يجيبوا له السجيات والباك تاعه مشري والخوارزمي غادي يفوت في بلاصته مولاي. واه وأنت قاعد تاكد ما قلت له والو؟ ها؟ أنا ما قلت له والو. حاسبني كيما أنت؟ أنا قلت لهم كل واحد فيكم يزيد يشارك في أمه نقطع له لسانه وعيني تشوف. واه نوري حبيت تخلطها. برهان النوري الهضره اللي هضرها للسيد عنده الحق. أنا في بلاصتو نزيد نقطع له لسانه. هذه هضره يهضروها على وليدي لقمان. اسمح لي مولاي، الشيء اللي راه وقع برا هو بالضبط واش راح يصرى. واش تسمنا نديرو دوكا؟ نبدلو الخوارزمي وهذا مكان؟ لا أنا في رأيي الحل الوحيد يا مولاي هو أن مولاي لقمان لازم يجوز الباك كيما سكان المملكة. خمنتها أنا هذه. تعجبني كي تخمم يا مولاي. بس عجبني ربي شوية صعيبة. لا لا ها؟ مولاي هذا هو الحل الوحيد باش نبينوا لسكان المملكة باللي لقمان وليد السلطان عاشور العاشر يجيب الباك بعرقه. أنت في بالك محسوب هذاك لقمان يعرق قطرة ما تخرجلوش هذا. شو واش حبيت نقول لكم؟ أنا موافق باش وليدي لقمان يجوز الباك مع سكان المملكة وهذا مكان. يعطيك الصحة يا مولاي، وأنا نقوم بمراقبة المواضيع. قنديل سمح لي،
المراقبة خدمتي مولاي. مولاي أنا في رأيي اللي يقدر على هذه المهمة هي مولاتي عبلة. إيه عبلة ليها بصح جبير بشوية وعرى للا. كيفاش لقمان مع سكان المملكة في بالي هبلت عاشورة؟ علاش وش حبيتيني ندير؟ نروح أنا خسر كلمتي مع سكان المملكة؟ ها؟ أنا كلمتي طاحت وأنا كلمتي كرصاص كي ما توليش تخرج رصاص. شوف عاشور أنا هذي كما نقبلش بها. مولاي مولاتي شبيكي تعيطي يما؟ صوتك كما نسمعه في ملحبة شام علاش؟ قول له عاشور. لا لا سقساك التاي تيقولي له باباك راه باغيك تفوت الباك مع كاع سكان المملكة. يوم بعد جوزوا مع سكان المملكة ولا في القصر ياك الباك مضمون. ها عكي ربحتي غير لعيب. في بالي ما فهمتش لقمان، غادي تفوت الباك كيفك كيف كاع الناس، تقدر ما تديش الباك والخوارزمي غير نساه. صح شو تقول مولاي؟ صح وليدي صح. لا 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 نهدي ما نقبلش بيها مولاي، انا الباك تاعي نجوزوا في القصر، اش معناتها انا سكان المملكة كيف كيف؟ ماشي كيف كيف، سالي سيجي تاع الباك كيف كيف وليدي. شوف عاشور انا ولدي لقمان يفوت الباك كيما هو يبغي. انا راني هدرت فهمتي، وانت وليدي قولي لك قاعد تلعب بالفلايش، روح ريفيزي على روحك تاخذ راي. الباك حصلوا به انتوما. باجي دوكا على راك قاعد تحزر فيا مولاي، وانا ما نقدرش نجوز الباك. روح ريفيزي مليح باك ان شاء الله تجيب. روح باجي روح. كيف شربي أدحي؟ شخ راو جاو مولاي لقمان قال لك هذا العام خرجوا ريزولتا قبل الباك يا وسي لقمان رباح ياك بابا هو اللي قال له. تفضل عليا عشان ينظر على الاخر مولاي لقمان. شوف تزيد تهضر عليا سلاك نقطعهولك فهمت فهمت. روح قول كامل سكان المملكه واللي مثالك باللي مولاكم الامين لقمان يجوز معكم الباك ويجيبو. شنو غلقيو يا اخي الحال يا اخي؟ مولاتي اختي خير ان شاء الله. مولاتي علاش ناديتي لي؟ غير الخير، على بالك بلي مولاك ديسيدا باش لقمان يفوت الباك مع سكان المملكه؟ على بالي مولاتي، علمت بهاد المصيبه وطلعت حساباتي باش ندوبلي له ليكور. على ربي كاش ما نفرسي ولو مخو خوارزمي ليكور ما ينفعوهش، لازم تدبر لي على لي سوجي. لي سوجي انا مدبيه مولاتي بصح منعوني باش نتقرب من مراكز اقامه المواضيع، وزاد داروا مولاتي عبله في الحراسه. انا نقول لك مولاتي المكان هذاك محروس اكثر من البنتاغون. خليني هنا ندبر راسي نصطم عليهم في الليل. ديجا هذاك البيرو جاي في الحدوره، تعرف يا اخوك في الحدودات كي داير مولاتي. دبر راسي هنا فارس مكاله طلع على الحدوره وبالك اش ما دير حاجه بلا ما نقول لك. كي بغيتني نقعد نستنى والباك تاع ولد اختي في الريسك. انا راني عارفه اش ندير. نوري واش الباك تاع الساندويتش؟ ماري زيد واحد. اش نزيد لك؟ البيضة بوردة ما تقدرش تاكل الزوج، ما كنتش نعرف كي داير ولا الملك. من عمي. ولاتي عبلة. فارس. واش حكمة شوية؟ علاش عارف؟ لعيتي ولا كاش حاجة راني هنا نروح بلاصي. لا 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 صحة. أنا ندبر راسي وجماعة أنا ما خصم والو. أتاي قهوة كانتيكا
كاي هنا مولاتي عبلة حاجه ما تخصنا. انت غير ما تقلبش السجيات، انا بروحي راني جينيرال وكبرت على الباك حي. فارس هادو هما القوانين، ديجا مام انا كي ندخل هما يقلبوا السجيات. وديجا نقول لك حاجه، راك طولت، هيا خرج. المهم زينه شويه. اش قلت؟ قيل لك سمنت شويه وهذه تبان لي مزيره عليا شويه. شتي مولاي القمر تيرا سيليبا كيما تحبها نتايا. تاع دحمانوت هادي واه سرقتها بيدي. حلال عليك مولاي. استعرف بك رجلاوي. اسمح لي مولاي، بصح واقي نورمالمون اذا معليش جاب لي ربي الباك راهو قريب ولازم علينا نراجعو. على يا ربي على قرايه القرايه القرايه، ما تعياش خوارزمي، ماك تشوف الدعوه راهي شيشه وبابيشه وانت جد تصمت عليا المعيشه. اسمح لي مولاي، انا راني خايف على الدراسه تاعك. هذا مكان ما تقلقش خوارزمي. مولاي القمار شفتو في المنام جاب الباك وانايا بنامي يخرج. جلاوي العب مولاي راك تكذب. اسمح لي مولاي. هكذا يا لقمان يا وليدي، ها وانا زعما تاكل عليك تقرا على بالك بلي صحابك قاع راهم يراجعوا عندهم الباك. هذا راهي مسؤوليه كبيره يا وليدي، وانت هنا قاعد ليش طيح والرديح و... ها مولاي راني انا كونسونطري. باين باين راك كونسونطري، وانت الخوارزمي الشيشه يا صاحبي. راك الخوارزمي، انا عطيتك الطفل مسؤوليه باش تقريه. اسمح لي مولاي بالصح. معاك حتى بالصح، زعما الخوارزمي ايا اديه البيت الفقر عنده الباك ولازم يجيبوه، ما ديرولاش بهدايل. امرك مولاي امرك. ايا بات مزيرات سامحونا كل واحدة تروح شغلها. انت شكون اللي قال لك هذو تبعثهم لشغلهم؟ راح نجوز الباك انا ولا؟ اسمح لي مولاي. واش راك دير واش راك دير؟ كنت بخر مولاي القباب باش ما عاد عليه العين. روح روح جيب لي الباسينه وجيب الطاسه والكاسه وروح باش تغسل لي رجليا. امرك مولاي. برهان مولاتي. وشنو كامل هاد الدخان؟ مولاتي هذه خلطة جديدة راني نوجد فيها باش نداوي بها الحمام ديالنا. مولاتي مولاتي باش نخدمك خير ما جابك. برهان ما راحش يجيني الناس، لازم لي حاجة ترقدني. نفهمك مولاتي نفهمك، هذا التخمام بزاف. مولاتي عندي واحد الدواء ماشي قوي ويرقد. لا برهان عطني القوي اللي عندك. مولاتي القوي يدير الوجع في الراس. قلت لك عطيني القوي اللي عندك برهان. حاضر مولاتي حاضر. هاوليك القوي مولاتي. بصح مولاتي لو كان تاخذي منه بزاف راكي ترقدي. ما تنو مولاتي اسمعيني مولاتي ردي بالك. ايه ها نوري يا خولي راه الحال هادو غير 70 سندويش قعدتو فيهم انا نص ساعه. نوري انا توا دجاج لك حل داير بيا، سمعت ما تزيدش تهبلني. تعود تلبس لي وجهي برا امشي اجري زيدني الكاشير في ساعه. راني رايح. اسمعي ما تكثرش الفرماج والبيضه، خلينا شويه لينا وزيدينا كاش سندويش ولا اربعه اونكا اون سي جامي. مانيش عارف كيفاش يا مكريش. ماكش عارف كيفاش، ما تقوليش باش نزيدهم، قولي ليانا مانيش عطيتك. بن عمي عبيها هكيك مولاتي رزان باش نجم نخدمك. شنو هذا نورية؟ الماكلة تاع الحراس مازال ما توجد؟ ليه 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 كل شيء حاضر، مازلت هكا حويجة بسيطة. مشي خاصهم شوية جبن. انتي تحبهم بالجبنة؟ يلا خف روحك للمخزن وجيب الجبن. وش راكم تبعتوا لهم فاكيه؟
مولاتي رزان الوزير قنديل قال لي ما تحط لهمش الفاكهه. وشكون اللي يحكم في هذا القصر؟ بالطبيعه انت. اما نمشي جيبي لهم الفاكهه. أتنقول للنور يمشي يشري. أمشي نورية. نقول له توا. حاضر حاضر حاضر. مولاتي رزان في الكوزينة. جيت نشوف إلى الماكلة تاع الحراس هي تمشي في الوقت. مع احترامي مولاتي كاين الناس خالصين لهذا الشيء، ومولاتي ما يلزمش تدخل روحها في هذه الامور. معليش جيت نشوف بعينيا. راني قايم على كل شيء. على بها راكم ترسلوا لهم الماكله بلا فاكهه. الفاكهه الى على الفاكهه نعطي الاوامر راهم يلحقوا له. مولاتي راني نقول هاد المحبة اللي نزلت على الحراس. مولاتي عبلة، مولاتي عبلة، مولاتي عبلة، نوضي. واش كاين فارس؟ كيفاش كاين حنا تاكلين عليك وتي ردت لي هنايا؟ هذاك كون ما جيتيش بنت مولاي والله كون راني عاقبتك. وعلى سرقت؟ غير قلتي؟ اش خير؟ وعاد كيهضروا من الشغل ويريقوا. اسمعي مولاتي، هذه خطرة تالية ما تبقاش تعاوديها. اسمح لي فارس، على بالي شنو صرا. نوض نوض انت، نوض نوضو. اي راسي فارس، لو كان كاش واحد دخل وشاف لو سوجي. انا نقول مولاي. لا 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 لا، انا كنت هنا مولاتي. مزيان. ولو كان مولاي يسمع اش غادي يقول عليك؟ ها كي يولي يشوفك. انا ديري برايي، ضربي الضو وطفي النح. اي راسي فارس، استنى فارس. أي أي رسي. يعطيك الصحة فارس. أي رسي. توكي يرحم بابك فهمي، انا راكي رايحه وجايه رايحه وجايه، دوختيني على بالك ما خليتنيش كاع نستغل. كلمي روحك. شوشو كيفاش بغيتني نكلمي روحي؟ يكفروا بمينا اللقمان باش نمركوه عند حمانوس، واني خايفه ما يديش الباك. انا اقول لك صح، وليدك الا خدم مليح يربح، واذا ما خدمش مليح يخسر. ما تبقايش دكتوره دير قلبك. صح شوشو، تنجم تعاونها غير شويه؟ كيف نجم نعاونها غير شويه؟ وموكل على الرياضيات والفلسفه والعلوم واللغه الحيه، وزيد عليها ثاني الفيزياء. ياك عندك العرف مالي؟ لا هكذاك تاخذي رايي ونزيدو نحو له سبور وخلاص. ها نطهو له هكا الباك ديريكتو. شو شو رزان، تما غير انت اللي تحبي وليدك، انا ثاني ماذا بيا نعاون وليدي؟ بصح ديري في بالك بلي رامي قبرو فيا غير في الدار، غير يعسو. ادخل مولاي. اسمح لي، فارس يحوس على الدار. وش من الدار؟ مولاتي مولاي. يقول لي حوش على القصر. روح قول له راهو جايه. هيا دوك هذا خوك وش يحوش عندك هذا الوقت؟ تاني خويا ما يحوش عليا شوشو؟ ما بالك احتاجني ولا؟ روحي شوفي. الله يجيب الخير. ولي انت عندك الباك؟ اغسل اغسل فارس خويا، يا هضره قول لي بلي فريتها. شوالا غير فريتها برك، تحكي درتي لهم خليتهم
دايرك دو ونطيح عليهم. صح شوف من بعد احكي لي. صح يا راح شوف ادي هاد لي سوجي الخوارزمي قول لها يحلهم كاع ويحفظهم اللقمان وما تقعدش تدور فارس رحمك. روح ديريكت. صح خليني نكمل لك الحكايه عاود وما تشوفوني غير كي نخسر الحرب ما كاينش كاع اللي يقيمني كي نربح. فارس قلت لك ماشي وقتها وعندك يشوفوك. هيا خف هيا. أمرك مولاتي. سمحي لي ما درتهاش بالعاني. سمحي لي. وش بيك هبلت؟ سقلا راني فهمت كل شيء. يا حبيبة قولي جوتام يا حبيبة قولي جوتام. اسمح لي مولاي يرحم بابك لو كان غير تتبع معايا الحل متاع المواضيع. واش نتبع واش تبع ما صبح ربي ماك تشوف يعني عيان عيان. اه صح صح مولاي راك راقد ليله كامله ورقادي عي. انا نرقد عيان ونوض ميت بالعيا هذه ما تنساهاش. صباح خير مولاي. متسحق مولاي قلت لك شبه تسحق نسربك شويه نتاي سربح. اسمح لي مولاي لو كان غير تحفظ شويه على قلبي وتتبع معايا باش تحفظ الاجوبه. واش نديرو؟ اكتبهم لي في ورق صغار نديهم معايا ونكتب منهم. معليش مولاي معليش نكتبهم لك واذا حبيت انا نحفظ في بلاستك. علاش لا لا مليحه هذه تمام. مذاكر انت والو مولاي مولاي رانا تاكلين عليك باش تجيب لنا الباك. تاكل جينا صحتك مولاي. تاكلش يا بلوطة هاي حمام سيلو دي دينار يا اخو. الله يلا بوستيش انا مع القراية يا اخو. انت تاع قراية بلوطة تبع تبع مش اللي تبع شوف تالي سين تساوي تساوي مانيش فاهم يا كيف لقمان قبل يجوز الباك مع سكان المملكة فيها اللوش يا ودي كيف كيف الباك يديه يديه وحده ولا مع سكان. صح لو كان مدولك عبلة وكان راك نسيب عشر جبت لنا لي سوجي ورانا فرينا. بلوطة قلت لك ما تزيدش تجبد لي على هاد السوجي. صح جوادي يزعف كي يجبدوا له على المرأة يا بابا يا. ما تجبدوا ليش على اللي نبغيه ما تزيدوا. خلاص روح للبوتيك تاعك بلوطة روح ما نزيدش نعطر خلاص اني ساكت. يا سكان المملكة الباك بتحاولوا يومين اللي قرا قرا واللي ما قراش الله لا قرا. يا سكان المملكة الباك بقولوا يومين لي قرا قرا ولي ما قراش الله لا قرا. راني نقول ونعاود وما نزيش نعاود. يا سكان المملكة الباك بقولوا يومين لي قرا قرا ولي ما قراش الله لا قرا. جواد يومين تالي سين تساوي مسكين ولدي رقد باينه تعب بزاف. ان شاء الله مولاي لقمان يفرحنا ويجيب الباك ان شاء الله يا ربي. Oh, oh, oh.
عيشوا أحلى لحظات عاشور العاشر مع خبير السيلفي أوبو F3. أوبو كاميرا فون. قدم لكم هذا البرنامج برعاية جيزي. جيزي معها تقدر. لوشا المنظف رقم واحد في المملكة العاشورية. لوشا لإزالة كل الطاشات. هذا البرنامج برعاية مجمع سيم. سيم الذوق الدائم. عيشوا حياة المملكة العاشورية مع زيت إيليو. إيليو الأفضل يجمعنا. كانت الريحة. هذا البرنامج برعاية بغونت. شارك واربح بالإجابة على السؤال التالي: شكون اللي سرق المواضيع تاع الباك؟ 1 فارس، 2 جواد. أرسلوا الإجابة الصحيحة عبر الأسماس 66030 أو على الثابت 36000. جوائز قيمة في انتظاركم. سيارة فخمة مهداة من طرف إكسترا لعجاء بن حمادي. إكسترا 6 إكسترا. طاقم كهرومنزلي من النوع الرفيع برعاية بغونت. أديماك تهديكم هواتف نقالة من نوع آيفون 7. قسيمة شراء بقيمة 50000 دينار مهداة من طرف المحلات أونو.